اتفضل عرف نفسك. عمرو سيد فتحي. عمرو انت ساكن قدام مسجد عمرو بن العاص. تمام. بقى انت عندك كم سنه؟ انا عندي 16 دخلت يعني السبعة. الصلاه توعى كده من كم سنه كده وانت المشهد بتاع الصلاه التراويح النهارده 27 رمضان؟ لا الحمد لله كل سنه. كل سنه من ساعه وانا صغير يعني. طب الاعياد اولا احنا شبكه يقين بتقدم لكم شكر. شبكه يقين بتقدم لكم شكر اللي انتوا سمحتوا لنا يعني الخروج فوق العماره طول فوق العماره واحنا بنصور يعني بعد انتوا طبعا ما اذنتوا لنا وبنعمل معاكم اللقاء يعني اللي احنا ايه على اساس انتوا اهل من المنطقه يعني. انت بقى يعني انت 16 سنه يعني من كام سنه كده توعى لهذا يعني نقول مثلا من 6 سنين على الاقل يعني لو قلنا 10 سنين. طب الاعداد بتتزايد ولا هي ايه؟ يعني على حسب يعني بتتزايد تقريبا. عرف نفسك. احمد سعيد عطيه. احمد سعيد عطيه. طالب ولا ايه بتعمل؟ طالب. سنه كام؟ اولى سنه. ايه يا عمرو الظروف اللي انت شايفها النهارده يعني؟ والله انا فخور بميدان جامعه عمرو بن العاص وفخور بعمارتنا اللي في ميدان جامعه عمرو بن العاص. تعتبر ان العماره دي عماره اثريه و... بس انا احمد سليم محمد. انا شايف ان الاعداد السنه دي ازدادت زياده عن اللزوم. كان كل سنه دايما بتبقى اقل من كده. لا مش زياده عن اللزوم يعني بتتزايد في في مزيد يعني تزايد. السنه فاتت كان اقل من كده. ففي تزايد عددي هائل يعني. اذا بنقول التزايد كل سنه في قابل للزياده يعني. الحمد لله. طب هل انتوا يعني في المنطقه هنا بتحسوا بالمكان يعني منشغل ففي ضيق منكم مثلا او انتوا بتحسوا ان الناس دي جايه تضايقكم ولا حاجه؟ لا لا والله لا 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 هي الناس جايه كانها ممكن تكون ليله القدر. فالناس جايه تصلي وكمان عشان الشيخ محمد جبريل. فهي دي الفكره يعني. كفايه ان هم ضيوف عندنا يعني والنبي اكرم ضيفه احنا لازم نكرمهم طبعا. احنا متشكرين وجزاكم الله خير يعني. اتفضلوا في اي وقت والله. شكرا. شكرا.